السلام عليكم ورحمة الله. اليوم يا إخوان بدنا نروح نصور عند شاب صاحبنا، عنده مزرعة ببغاوات وبنتج ببغاوات وشاطر وخبير في تربية الببغاوات، وبدنا نأخذ منه معلومات عن الببغاوات ونتفرج كيف طرق الإنتاج الببغاوات ونشوف شو في عنده أنواع. بتخاف ايش؟ بس اول ما قلت لي الاحمر اللي عندي منيح. احمر اللي عندك حلو مرتب. كان لي واحد جمال قبل، تعرف انا عمري ما فكرت رب مريض. هاي شو بعرفك انه مريض؟ بين معي شو بتعالجه؟ مو خايف، لا لانه هو اصلا دائما شو اسمه، فانا لما بشوف ناس هكذا بتحسن. شو الجمال هذا بحكي لك عنه؟ تعال شوف هذا شو بتاعه. هذا كان عندي هذا انيس اسمه، هذا تعب مرض اخذته على شايف، بس اخذناه متاخرين. شو كان معه فيروس؟ كان معاه عنده صاير زي التهاب في المصارين، شايف كيف ارتفع ووصل للكلى. طب شو السبب؟ السبب بكون فطريات او شيء. طب كيف بده يعرف الواحد اذا ببغاوة؟ ببين معك، ببين، بس انا تاخرت لانه كيف ببين؟ ببين من علامات على الببغاء. عندك جرين وين انت؟ جرين وين؟ الحجم الاكبر، الحجم العادي، مش الحجم الاكبر، ولا الحجم العادي، هم العاره الاحمر. في عندك اللي ماشي، بس اللي شايفه ضخم. انا كثير ضخم، هو ما بيجي حبته كبير. حبته كبير هو بيجي حبته منيح يعني. طبعا احلى بس ما كل حزر بعرفته انه يعني يا دوب موفي السنه، بعرف ايش اهدافه. ببين كيف؟ ببين من منظر. طب ما انت شفته؟ شفتوش مني ما كنتش فيه. طب تيجي عندي فرجيك. تفضل. اي نادي هناك وين انت مفتوح؟ وهذا شو الحكي؟ تعال يا تعال روحي. ده شيء يعني بجوز؟ اطلع عندي اطلع. هادي عاكلة على الاخر. هاي فكت واحدة عند ابراهيم عاود بدلها. هذه ممتازة، صعب دربارك لك يعني. بس المشكلة الحكي اللي بكت عنا بعرفش. هذه بتحكيش لك كلمتين. اسمع، كنا مصيب ظاهرها تقعد هيك تفتح جنحانها. هذا الكوكاتو، الكوكاتو يعني اهدى انواع الكوكاتو. الطربوش تبعها الزهري. الزهري. بس على الشطر بتكوح وبتحكي مرحبا، بتنادي محمود. بعدين اسمع، بتكون عاكلة مرة واحدة بتنجم تهجم عليك، ومرة واحدة بتصير عاكلة. هي هذه هي اللي حلوة. اجيت ابدلها، اطلع علي، اجيت ابدلها صار الاولاد يعيطوا بدهم اياها. بعدين اسمع، لما باخذها على البراكس بتضلها تبرم. بتحكي شو بتحكي انت؟ بتكب تحكي بس بتفسرش 100%. ما بيكون مش مفهوم. بس لا، بتقلد الكحة لما تكوح بتعمل نفس الشيء. بتقلدها. بدنية المية. اكيد انا جبت جاك عمره 3-4 اشهر. بدلته على هاي. شوف شو رحت تاخذ الديالة، صار الاولاد صغار عيطوا بدنا اياها. اخذت الاثنين. قلت له خلص، صرت معطيه على بول للزلمه، كنت عم بشتريها شيء. كان مش مشكله وقت بدك تجيبها، مش مشكله. قلت له خلص اولادهم اياها، يا عم بدي اشتري شيء منها. سلامتك. شمال ايدك. قعدت على الثانيه. انت صبيه انت؟ اكيد ما انا عيطت اصلا، لسه ما عيطت. عيطتي. عيطتي انت زي الصغار. والله عشان اصلا شو اسمها؟ كل هذه اللي دخلت هون. لا سلامتك. طبعا انا صرت عيطتي؟ عارف لانها انفتحت ايدي. عيطتي؟ اكيد انفتحت القلب. لا شنو نوع البطاطا اللي عندك؟ في جرال. احكي عن ناتشوز. شنو نوع البطاطا؟ بعرف. بتعرفيش؟ جاكو. وناتشوز. بس ما بعرف ايش نوع ناتشوز. ماني شوية. اخوك خبير ببغاوات، انت بتعرفيش؟ بيجيب. انا عراق. وانت شو معك في الشنطة؟ بفرجيك. تعال اتفرج عليه. تلفون؟ تعطيني رقمك احكي معك؟ ولا بتستحي؟ انا معاي. بدي رقمك. معي شريحة. عشان اتصل عليك. اسمع تصورني؟ بدي اصير اتصل عليك واحكي معك. انا اذا بديش عندك على اليوتيوب بحكي. شو؟ ليش عندك رقمي؟ ما انا بجيبه، هاي باخذه من اصلا عندي رقم. باخذه من نسان. لا اعطيه.
لا بس رقص علي. أصلا أنا بعرف إيش رقمها. هذول بيحكوا مع بعض على سناب شات بس. آه بعرف. صح؟ بس رقص علي خلص هاي رقم. ابعد عني. الله يخلي لك. هذول ليش؟ لازم تطبل عليهم؟ إذا دخلت عليهم بدك بحكي لك كيف شو اسمه، هذول بدهم ايش؟ هدوء هدوء وبدك لما تدخل عليهم باستئذان. ليش؟ لأنه الجاكو أو أنتم من نوعية الخجولة جدا، إذا أنت صرت داخل طالع مرة واحدة بتغلب على ايش؟ بتغلب في الإنتاج، بطل ياخذ راحته. فهمت علي؟ شو اسمه؟ طبل عليه ببغاء. طب خلص بس المهم هيك خلص ما شاء الله. أبجد ما شاء الله بدك تكشف ضعيف ولا لازم تكشف مرحبا بفيك بيحكوا انت منتج عندك مش بغرف بتفاص انا بتفاص مش بغرف على كل مربي له وجهه نظر في ناس بتحكي لك صح في ناس بتحكي لك غلط هو انت كيف انت بتشوف اما ناجح معك في ال الحمد لله هاي هي الناس اللي بتكون هيك كبيره الحجم هذا هو طبعا لو في وسع اكثر عندي شايف بتكبر كل ما كبرت بكون احسن عرفت؟ شايف بس ايش بدك خط بيطلعش منها هاي الفتحه لا لا هذول انا حطيت لهم ليش؟ انه جوا بتخاف يوسخوا في الاكل تبعهم فانا طلع لهم اياه لبرا احسن وخاصه كمان في فتره التزاوج بيكونوا هم بيستشفوا اكثر يعني. هذا صور يعني فستق لهم نيب لازم يكون بس مش بالكتره مش منيحه له هذا جبر هذا اوف واحد عندي ليش؟ هذا غضار غضار؟ بخليك هيك سارح ما بشوف ايدك بلقطها بجيب خلاص وهذا كمان وصل متى موعد الانتاج تبعهم؟ شو بتشوف مش موعد عرفت علي كيف ممكن على مدار السنه انه يعطيه؟ خليني اعطي لك هذا طبعا برا كمان عندك البياضه زي هيك بتجيك اذا بتعرف الصوره الكاميرا تجيبها بتعرفش هاي شو البيضة؟ هذا المفروض انه فيها بيض بتوقع انها بيضة بعرفش اذا بيضت ولا مو بيضة مبين قاعدة تقريبا هاي شايفها؟ هاي قاعدة وافتحها برايي قاعدة الأنثى الذكر جنبها تحت فراخ ولا بيض تحتها؟ لا لا لسه مش بايد. لسه مش بايد. لسه ايش؟ مش بايض لسه بدها تبيض هيك انت يعني عرفت انها بتبيض هذا لما تكن فترة انت بتحس فيها هلا على الناس هذيك عدتها بالعش لما يكون هو خايف بس ما شاء الله عندك خبرة منيحة في البطاقات شيء حلو بجنن انت بتركز على الجاكو اللي هو وسموه دير بالك شو اسمه في بس له اسم في مصر بسموه الزنجباري لا لا في كمان في كاسكو بسموه في ايوه كاسكو في الاردن في الاردن وفي الدول الخليج بسموه الكاسكو بسموه كاسكو مصر بسموه الزنجباري احنا عندنا من كله جاكو احنا بنحكي له جاكو هذا لما تزخر له يعني انه جاهز تقريبا يعني يعني ممتاز ممتاز طيب هذا الاصفر شو هذا حلو ما شاء الله هذا ضراره طفره طفره؟ تعرف معي انه الضراره صفره قديش انا بشوفه ما بحبوش طبعا بس هذا اللون بجنن هذا مش زي الاخضر بجنن طفره يعني بيجيش اصفر منه لا بيجي اصفر شايف بيجي منه ثلاث الوان الطفرات في الابيض في عندك الاخضر طبعا الاساسي في شفنا نوع هذيك المره شو لونه في عندك ازرق في السكني ازرق وفي الاصفر والاساسي اللي هو الاخضر طبعا هذول هذا شو بسوى جوز الضرار الاصفر؟ الاصفر من 2500 ل 3000 شيكل اذا بتلاقي سعر بتلاقي هذا شو نوعه؟ سعر بتلاقي في هذول شو؟ هذول كوكر كوكر لا مش هذا كوكر هذول الانتاج هذا كله انتاج هذا الكوكر شو بسوى؟ رخيص الجوز 400 شيكل مش غالي بحكي؟ ممكن انه يحكي بعد فتره طويله بس كلمات هذا بيحكي منيح هذا بيحكي منيح الاصفر الذكر
بيحكي بيحكي اول مره بسمع انه ضرار بيحكي من الاصفر بيحكي منيح منيح بعد تقريبا 3 4 سنين اول مره اسمع انه ضرار ضرار بيحكي بيحكي من حياتي عمري ما شفته حكى بيحكي منيح وفي بيحكوا له في كمان ضرار بيجي نبال بيجي اكبر منه هذول جرين شي كبر شو بده يجي هذول جرين شيك اناناس هذول في منهم نوعيات اناناس اناناس بتصور العش هذا لا لسه مش فاهم مش منعم هذا جرين شيك اناناس بيجي بطنه احمر في هذا بيجي هذا جرين شيك اناناس ويلو سايد الراس اسود هذا كله بتبع لعائله الكانيون انا بتذكر فيهم هذول تذكر تقدرش تعرف تقدرش تعرف الا صحيح. فحص دي ان اي طبعا كل هذول مفحوصات دي ان اي طبعا على الحجر انا بعرفهم بيجيروا عاملين مفحوصات دي ان اي على الوسط عندك اليلو سايد هو الذكر وش اسمه وال وهذيك اما شغله انه في ناس بيقول لك انا بقدر اعرف البباط بالعين بس الجاكو ممكن انك تخمن تخمين. هو تطلع كيف هلا عندك الجاكو تخمين وبرضه كمان فحص الدي ان اي اللي بحسم يعني قديش يعني فحص الدم بس فحص الدم هو اللي بحسم بس انت في علامات كأنت مربي او انك انت اللون الغامق الفاتح له علاقه له علاقه هلا اذا بتطلع على شغلتين لانه غامق هذا الذكر منيح لونه غامق كيف حكمنا عليه انه ذكر من غير فحص دي ان اي طبعا برضه كمان هي بتعرف انه ذكر طبعا لانه مفحوص ومفحوص مع ان انا بجيب الشغله متاكد منها 100% برضه بفحصها لانه ما بدك تقعد تربي شو المواصفات الذكر راسك الذكر بيجي اول شيء لونه غامق اغمى بيجي منقاره اذا ملاحظ منقاره معكوف اكثر شايف طب مين بيحكي اكثر الذكر ولا الانثى ما له دخل بيحكوا زي ما له دخل الانثى بيجي راسها اصغر منقارها اصغر ولونها فاتحه اكثر هاي تطلع هون مثلا واضح طبعا اللي عندي لونه غامق مع كل ذكر يعني ما ببينش اذا 4 شهور بعد السنه ببين بعد السنه هم ببلغوا طبعا اللي ببلغوا على 3 سنين ونص الانثى 5 سنين الذكر تبلغ بلش تكافروا تبلغ مش على 7 سنين زي ما بحكوا مش على 7 سنين ممكن تبلغ كيف البنت ممكن تبلغ على سن 10 سنه الانثى بتبلغ على 3 سنين ونص 4 سنين كيف انت بتغذيها وكيف بتطعميها وشو بتعم ايش بتعطيها ايش لابنها عم تفوت البيت تبعها شايف علي كيف الذكر بطول شوي بس على 5 سنين على الاغلب بكون جاهز يعني فتره طويله فتره طويله طبعا هذا برضه ايش الاصفر هذا يسموه كاريتي هذا كاريتي برضه للانتاج هذا بسموه جرين شيك سلمون يعني بيجي بطنه زي ما انت شايف زي السمك بيجي سابع مش احمر من غير حمر ولا شيء فاحنا مسكينه على السمك وفي عندنا كمان في الجرين شيك الازرق هذا كاريكي بسموه كاريكي بحكي لا لا بحكي هذا قاعد يرزينه بس لازم انك تالفه هذا جرين شيك شايف كيف بطنه احمر هذا جرين شيك اناناس بسموه جرين شيك اناناس بيجي بطنه احمر هذا هو بيجي هذا طلع عندي فراخ بجنن كانوا عند شاب صاحبي اسمه فادي عبد ربه وانا اخذته منه اخذت فراخ وانا طعميتهم على ايدي شايف اطلع هذا شايف هذا بيجي حماره زياده كم بيضه بنتجوا هذول؟ من 4 بيضات ل6 بيضات شايف حماره؟ الحمار تبعه هو طبعا بيلعب دور في السعر هذا بيجي هذا سينمون يعني السعر حسب اللون طبعا حسب اللون حالاته يعني هذا الاصفر الاكل اللي مش هذا ولا لا هذا بحط له انا بخلطه البريد ماس يعني بحطه عشان احضرهم للتزاوج مفيد لهم مفيد لهم وبنحط بغني عن البيض ولا بغني عن البيض بغني عن البيض بغني عن البيض احسن من شو اسمه اول شيء ملوش ريحه ملوش ريحه ثاني شيء بغنيك عن البيض انا جربته مني طبعا اكل هذا اكل خصوصي للتجويز يعني انا مثلا عندي ما بدخلش عندي لا بغير عين الشمس ولا بدخل شو اسمه بيجي خصوصي للمبارك هذا بيجي للتزاوج اللي بده يحط شو اسمه طبعا ما بيجي غالي شوي
بس هذا كله فيتامينات. فيتامينات. وبعطيك يعني مثلا بدل ما ياخذ بزر 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 هذا بعطيك كمية الفيتامينات اللي بدك اياها يعني انت. بغلب شوي لما تعود عليه بس بالاخر ما بصير يروح لك شراها. الفلك لف. هذا كونديشن اه قديش بتخلي الحرارة عندهم؟ هلا انا دائما بعملها ما هي كيف في عندك الانتاج اسس في عندك حساس حرارة وكل شيء؟ طبعا عندي هي الحساس الحرارة بتلعب دور طبعا انا هون 20 21 معلم بتفصل الرطوبة عندك يا سيدي العزيز لازم الرطوبة تكون اقل شيء 60 هلا الرطوبة 60 الحراره قديش لازم الحراره تكون حراره معتدل عادي 20 اكيد مو عندك عندك 20 برد لا لا مش برد بالعكس من هو اصلا اكيد متعود على شو اسمه هلا في عندك انت الهدوء مو بده الهدوء هدوء بده هدوء بده الضوء بتخليه مضوء الضوء بنقطع تعطيهم بس ان بعطيهم ضوء الدنيا كيف بس النهار عرفت كيف النهار والليل عشان يعرفوا شو النهار شو الليل شايف هلا كيف الهدوء درجة الحرارة انه ما تطلع مثلا تنزل 20 درجة 30 زي في العيادة شايف علي كيف؟ انك تحترمه يعني ما تضلك تلعب فيه ما تضلك شو اسمه هو باخذ الامان كل ما اعطاك الامان هو بقدر انه بعطيك انتاج بعطيك انتاج وهو اصلا بيأمن على فراخه يعني هو ما بعطيك انتاج شايف علي كيف هو مش مأمن على فراخه زي ما حكيت لك انواع الامراض هي مشكله نفس الامراض لانه الببغاوات انا بعرف صعب استغربت من الامراض يعني انا بعرف انه قليل الببغاوات مش مزبوط عندك الجاكو اكثر ببغه تحكي على صفر مناعه الجاكو صفر مناعه يعني ما بتحمل الامراض بالمره عرفت علي؟ فانت بدك تضلك تعمل يعني اذا انت ما بدك يروح عندك طيور زي هيك خاصة انك تحطهم جنب بعض او شو كنت اكل قبل ما تجيب الجوز لانه ممكن عصفور عصفور واحد مريض بنكلم كلاميديا نكساء سالمونيلا اي شيء ممكن انه يدمر لك اياهم كليتهم في كلاميديا بتصيب الانسان الكلاميديا بتصيب الانسان وبتصيب الببغاء الببغاء ممكن الببغاء هذا يعدي الانسان في الكلاميديا لها علاج بس الكلاميديا لها علاج كل شيء اذا بلش باول له علاج حتى في دواء اسمه البي دي دي حتى البي دي دي اللي هو فيروس ما في له علاج ممكن انه يضله حامل كيف الايدز ممكن يضله حامل المرض شايف علي كيف ما ينصف في الطير واغلبها بتصير في الطيور المستورده بتيجي حامل شو اسمه الكلاميديا بتيجي في الفراخ اول ما تجيب الفرخ دائما بكون هسا يعني اذا كانوا عندك فصار سليمات صعب يمرضوا طبعا لانه هم مش داخل عليهم احنا بنجيب الجوز قبل ما نجيب الجوز بتاخذه بعمل له فحص الدي ان اي لتحديد الذكر والانثى وبعمل له فحص للاوراق بعمل كل شيء اسمه في موضوع على في كان زمان موضوع على اسبانيا اليوم في مركزين متخصصين في هالشغلات يلا يا سيدي موفق ان شاء الله بنتجوا عندك اذا في فاش الببغاء الببغاء الشيء الوحيد اللي بوكله الفاش جاب هو البوكل الفاش مش الفاش البوكل يعني مش الشباب الطيور من الصيدلية هذا ملتي فيتامين هذا ملتي فيتامين هذا بجيبه من عمان هذا في كثير شو اسمه خاصة للي عندهم مشاكل في الريش وما الريش بصف ريشه مزبوط كنت متأكد انه الفاش بضربش الببغاوات الببغاء لا الببغاء هو البوكل الفاش هو البوكل الفاش يعني الانسان مش عارفش عليهم دواء فاش هذا خلي التفاح عن التفاح المركز 100% 100% منيح ليش هذا بقتل كل الفطريات كل الفطريات اللي في الببغاء بقتلهم وبيحافظ على الطير كيف بتحطوا اياه؟ بحط على اللتر ممكن الناس تستغرب لانه الناس بتخاف من هالشغلات انا بحط على اللتر 3 سم 3 سم 3 سم لتر المي لا ولا شيء وبتبخ عليه؟ لا لانه شو مش بخ شرب يا زلمه وبحمل تحمل فيه كمان بخطه في شو اسمه بخطه في الهاي اي شيء اي ضرنات اي شيء بكتيريا بتنظفوا قصدك بترش على الريش بترش بخطه بالببغاء 3 سم على اللتر 3 سم على اللتر في ناس بتخاف بالماء بنحطش للشرب بنحط 3 سم على اللتر برضه مع شرب بحط له شو اسمه 3 سم على في المي للشرب ولا التحميل اذا بدك تحط صامت على اللتر بياثرش يعني انا سمعت برضه بترش على الطيور اللي عليها فلاش التنانير إيه في ما ظنيت ما ظنيت انا كنانير مش يعني شو اسمه